أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائلة للبرنامج أرسلت في مجموعة من الأسئلة. السائلة حصة عبد الله من المنطقة الجنوبية أبها، مستوى التعليمي، تقول تذكر حديث فضيلة الشيخ عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تقول: ما هما العهد والوعد المقصود بهذا الحديث؟ العهد هو ما بين العبد وبين ربه، العهد الذي أخذه الله على بني آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون. الحديث إن الله استخرج من ظهر آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العهد الذي بين العبد وبين ربه أن يعبده وألا يشرك به شيئا. والعبد يعاهد ربه في كل صلاة فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به، يجب عليه الوفاء بذلك. والوعد الذي وعد الله تعالى به هو أنه وعد المتقين الجنة ووعدهم بالنعيم والسرور والخير في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده.